ابو سينا شو امرت عمي؟ جيبي له الراديو لعمك ابو كرم. ليش الراديو؟ مشان تسمعها لنشرة الاخبار شي تنتين وربع. ما في لزوم، شفته بالنشرة المصورة تبع الفضائية. ام كيروس ليكون خسرتوا الاستعناء. ضحكت عنزي على باب مسلخ. تروحي يا المسألة. تفضل عمول كاكاو. الله يرضى عليك يا كوسر. شو عم تتحسن؟ لا تدري شي، لا تدري شي، هلا بتخربطيني بالعد. ضروري تعد، شرب شي مرة بالعد. ما بقدر لأنه ناوي أدخل موسوعة كنيس للأرقام القياسية بالكوكو. وطش بالصحراء. ليش شعركم ابيض؟ من الرعبة. هيكم ما تشوف اللي صار معنا، هيكم ما تشوف اللي صار معنا. ونحن منزلينه لابو ياسر قامت الجثه بلعطي وقالت لا تدفنوني لا تدفنوني لا تدفنوني. ونحن شفنا لكم هالشوفه، منبحتنا باربعتنا وركضنا كل واحد من ديره. وجميل طش. شو هالفرش دم؟ شو هالفرش دم؟ ولي على هالكي دم لما شفته لجميل طش طش امطلطت له قفا الصخره ومسكت الحجره ولخته على قفا راسه. امنه ما صبته بقفا راسه كان هلا وصل على الربع الخالي. بلاش تحكي جميل. ماما ماما حبيبي امي بدي مي. ماما مي مي مي. جميل سينا سينا هذا انت هون؟ ما عم تشوف ما عم تشوف بس عم بسمع. شو حاسس حالك تقبرني؟ ماني حاسس بشي منو. ها؟ شو؟ انت كنت معنا بالدفن؟